أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. اتهمت الحكومة المنسق الأممي للشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة جيمي ماك جولدريك بالانحياز لميليشيا الحوثي والمخلوع وإصدار بيانات مسيسة. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن التقارير التي يرفعها مكتب المسؤول الأممي في صنعاء جيمي ماك جولدريك غير مهنية ولا تتطرق لجرائم الميليشيا وتتجاهل الأوضاع المأساوية التي صنعها الانقلابيون. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: دلالات هذا الاتهام وحيثياته، وتأثير الاتهام على الموقف الحكومي من دور الأمم المتحدة. قالت وزارة الخارجية أن تقرير المنسق الأممي الأخير غير مهني ولم يتطرق لجرائم الانقلابيين وتعمد تجاهل الأوضاع المأساوية التي صنعتها الميليشيا، وأن سلوكا كهذا هو ما يسمح للميليشيا بارتكاب مزيد من الانتهاكات. ليست هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها الحكومة مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بالانحياز لميليشيا الحوثي والمخلوع في صنعاء، ولكن اللافت هو أنه في كل مرة لم تقدم الحكومة على تصعيد خطابها بما يؤدي إلى تغيير هذه المنظمات لسلوكها أو تغيير القائمين عليها من قبل الأمم المتحدة. نبدأ النقاش بعد أن نشاهد التقرير التالي حول الموضوع. منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في مرمى اتهام الحكومة الشرعية بالانحياز للانقلابيين ومخالفة مبدأ الحياد. بيان وزارة الخارجية قال إن بيانات جيمي ماك جولدريك مسيسة وغير مهنية ولا تتطرق لجرائم الانقلابيين الذين ارتكبوا خلال الشهرين الماضيين 17 مجزرة في تعز راح ضحيتها 145 شهيدا وعشرات الجرحى من الأطفال والنساء. ليست هذه المرة الأولى التي تطلق فيها الحكومة اتهامات ضد منسق الأمم المتحدة، ففي منتصف إبريل الماضي طالب مندوب اليمن في الأمم المتحدة سفير خالد اليماني الأمم المتحدة بتغيير ماك جولدريك على خلفية انحيازه للانقلابيين وعدم شفافية العمليات الإغاثية واعتماد مكتبه على وكلاء محليين مرتبطين بالميليشيا. حتى الآن لم يستجب مكتب الأمم المتحدة لدعوات الحكومة الشرعية بالانتقال إلى العاصمة عدن والعمل منها، رغم تواجد العديد من المنظمات الدولية كالصليب الأحمر وأطباء بلا حدود. وبالرغم من أن الأمم المتحدة غير معترفة بانقلاب الحوثي وصالح، إلا أن مكتبها في اليمن لا يبدو أنه مقتنع بالشرعية الدولية ويمارس نشاطه في صنعاء بالتعاون مع قيادات الحوثيين، وكأنه لا انقلاب حصل ولا دولة تم اختطافها. نبدأ النقاش مع ضيفنا من عدن وكيل وزارة الإعلام الأستاذ عرفات مدابش. أهلا بك أستاذ عرفات. ما حيثيات الاتهام الجديد لمكتب المنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة؟ طبعا يعني كما جاء في التقرير، وهو تقرير يعني رائع وجميل، ويعني أورد أو سرد الكثير من التفاصيل المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح، وليس خلال شهرين فقط وإنما ما يقارب 3 أعوام. وأيضا هناك مواقف سلبية مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحيثيات الأخيرة، هي لا تخفى عن الجميع بأن المكاتب التابعة للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، العاصمة المحتلة صنعاء، هي يعني باتت يعني تسير من قبل الجماعات الانقلابية في صنعاء. وأيضا المسؤولين الذين يتواجدون هناك يعني التابعين للأمم المتحدة مع الأسف الشديد فقدوا الكثير من الحيادية في تعاطيهم مع الأزمة اليمنية، مع الحرب، كل وجل تركيزهم على الضربات الجوية وما تلحقه. ورغم أن التحالف والحكومة الشرعية والجيش الوطني يتوخى الحذر دائما فيما يتعلق باستهداف المدنيين، ولكن هناك نوع من الاصطياد بهذا الاتجاه. لكن أيضا في المقابل هناك أيضا نوع من التجاهل التام لجرائم الميليشيات الانقلابية، سواء في تعز أو في الحديدة أو في المناطق الأخرى. هناك في البيضاء تم مجازر خلال الأيام القليلة الماضية
بحق المواطنين سواء عبر القنص أو عبر القتل المباشر. أيضا في عاصمة سنة تتم عمليات قتل خارج إطار القانون، وهناك لدينا أيضا حالات يعني عديدة وكثيرة جدا فيما يتعلق بعشرات الناشطين أو النشطاء المعتقلين، وهناك أكثر من 14 صحفيا تقريبا في سجون الميليشيا، والأمم المتحدة ومنظماتها لا تتحدث بشأنهم، لا تتحدث بشأن الناشطين الآخرين الذين، ولا تتحدث أيضا بشأن يعني النازحين أو المهجرين قصرا أكثر من 2.5 مليون جرى تهجيرهم داخل اليمن، وأكثر من 400,000 نازح خارج اليمن قصرا لا يستطيعون العودة إلى بلادهم. هذه الانتهاكات جميعها لا تتحدث عنها الأمم المتحدة مع الأسف. الحكومة اليمنية طبعا تحترم الأمم المتحدة وتقدر جهودها، ولكن أيضا الأمم المتحدة أيضا لا تقوم بالواجب الذي يحتم عليها في الشرعية. طيب، وهي خاصة أنقل هذه النقاط والمآخذ بالنسبة لكم التي وضحتها أستاذ عرفات مدابش لضيفنا من صنعاء المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية زيد العلاية. أهلا بك أستاذ زيد العلاية. إذن مرة أخرى حكومة بن دغر تتهم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة والمتواجد في صنعاء بعدم المهنية والمساهمة في تغطية جرائم الميليشيا، ما ردكم؟ واستمعت لحديث الأستاذ عرفات مدابش وفصل مآخذهم وملاحظاتهم على أداء مكاتب الأمم المتحدة المتواجدة في صنعاء. تحياتي لك سامي والأستاذ عرفات مدابش الزميل العزيز. أخي، نحن في الشؤون الإنسانية نقول دائما مرارا وتكرارا ما نقوم به في اليمن هو الاستجابة لاحتياجات جميع أفراد الشعب اليمني منهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بغض النظر عن موقعهم الجغرافية، بغض النظر عن الانتماء السياسية لهم، ودون أي تحيز للوصول إلى هؤلاء الناس المحتاجين من نازحين وغيرهم بمساعدات غذائية أي نوع من المساعدات الطبية. نقوم بالتعامل بالتعامل مع جميع أطراف الصراع التي يمكن أن تسهل الوصول الفعال لخدمة من هو بحاجة إنسانية في كل البيانات، ومن ضمنها البيانات ما قلت في كل البيانات دائما لا نحدد طرفا بعينه. نقول ندعو جميع اطراف النزاع الى على قدر المساواه الى احترام حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي. نحن في مكتب تنسيق الشؤون الانسانيه ليس لنا اي دور سياسي نلعبه ولسنا مخطئين بذلك، اي ان موضوع انحيازنا لطرف دون غيره لا معنى له ولا يتماشى مع 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 عهدنا. وذكرت المطلوب من ولا يوجد اي مطلوب منا ان تكون دور سياسي وانما انساني فقط. تعاملنا مع مختلف الاطراف سواء في صنعاء او في مكاتب في مكتبنا في عدن او في تعز يتم في حدود ما يمكن من التعامل من ايصال مساعدات الى غير فقط. ومن هنا نحن مجبرين على التعامل مع الجنس دون النظر الى اي اعتبارات سياسيه للوصول الى الحالات الانسانيه. وهذا طيب استاذ زيد ساعود لك فقط ساعود لك، يبدو ان هناك اشكاليه في التواصل معك، سنعيد الاتصال بك مره اخرى ليكون الصوت اوضح. اعود لضيفي من عدن وكيل وزاره الاعلام الاستاذ عرفات مدابش. استاذ عرفات مدابش، اذا لماذا نرى فقط الاتهامات ولا نرى اي تحرك جاد ربما من قبل الحكومه في طريق او في مسار الضغط تمارسه الحكومه من اجل تغيير سلوك المسؤولين الأمميين العاملين في اليمن؟ الحكومة اليمنية طبعا تتعامل بدبلوماسية عالية جدا ووفقا للقانون الدولي مع كافة المنظمات ومع كافة السفارات ومع الجميع على مسافة واحدة، وبالتالي الحكومة اليمنية لا يمكن أن تذهب بتوجيه الانتقادات على عواتمها بهذه الطريقة، ولكنها تعطي الملاحظات. هذه الملاحظات هي ملاحظات إيجابية باتجاه يعني قضايا سلبية حادثة وتحدث في الوقت الراهن. الحكومة اليمنية طرحت وتطرح بشكل دائم أن العاصمة المؤقتة الآن عدن، وبإمكان المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة أن تأتي إلى عدن وأن تفتح مكاتبها بشكل كامل وأن تدير كافة عملياتها من العاصمة المؤقتة عدن باتجاه كافة المناطق سواء المناطق المحررة أو المناطق التي ما زالت تخضع لسيطرة الانقلابيين، إضافة إلى أن خلال الفترة الماضية لم نجد أي تحرك للأمم المنظمة الدولية في المناطق المحررة باستثناء طبعا جهود ذاتية تقوم بها بعض المنظمات. نحن في الحكومة اليمنية لدينا التزام دولي ونحرص حرصا شديدا على أن تقوم المنظمات الدولية بواجبها بدون أي تعطيل، ولكن
ايضا لدينا تمت ملاحظات وهي ملاحظات كثيره فيما يتعلق ايضا بالسقوط ازاء تصرفات الميليشيات الانقلابيه، مثلا مصادره المساعدات الغذائيه واحراق الشاحنات وغيرها من هذه القضايا او الحوادث التي تحدث يوميا دون ان نسمع الى صوت باتجاهها. هناك الان لدينا ازمه او كارثه الكوليرا التي تجتاح، وهذا الوباء الذي يجتاح البلاد، وهناك ايضا منظمات ودول وفي مقدمتها المملكه العربيه السعوديه طبعا تقوم بواجبها في هذا الجانب، الواجب الانساني والاخوي وواجب الجوار، وتدعم اليمن وتدعم المنظمات العربيه وايضا في باب الاحد وغيرها من البلاد من اجل القيام بواجبها. ولكن مع الاسف الشديد نجد ان كل هذه الجهود وكل هذه المساعدات تذهب الان لان الميليشيات تسيطر عليها، ولكن بالمقابل لا نجد اي صوت حقيقي من قبل المنظمات الدولية التي يعني تردد مثل هذه العمليات وتجرمها وأيضا تضع المتورطين فيها تحت طائرة القانون. اليمن هو بلد معترف به ولديه شرعية، والرئيس عبد الرب المنصور هادي هو الرئيس الشرعي والمعترف به الدولي، ويستطيع أن هذه المنظمات تتعامل معه بشكل مباشر ومع حكومته ممثلة في شخص أحمد عبيد بن دار الذي يتواجد فعلا ويشرف على كل القضايا يوما بعد يوم، وأيضا الجميع. لماذا هذه المنظمات لا تأتي إليه ولا تأتي إلى الحكومة الشرعية؟ إن التعامل مع المنقلبين ربما يقولون أنها سلطة أمر واقع، ولكن في نهاية المطاف هنا لدينا أكثر من 80%. طيب سأعود لك أستاذ عرفات مجابش، وأيضا سنحاول التواصل معك مرة أخرى، هناك إشكالية أيضا في التواصل معك. أعود لضيفنا من صنعاء المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية زيد العلاية. أستاذ زيد العلاية، إذا كما قال أستاذ عرفات مدابش والكثير يتفق معه في هذه الملاحظات أن المكاتب العاملة في صنعاء باتت مسيرة من قبل الميليشيا، هناك تجاهل وصمت إزاء عديد من الممارسات منها مثلا مصادرة المساعدات الإنسانية وأيضا عدم إدانة استهداف المدنيين ومواضع وملاحظات أخرى ربما. لذلك كل ذلك يندرج ضمن ملاحظات البعض حول أن المكاتب الأمم المتحدة العاملة من صنعاء عندما تتعامل مع ممارسات الحكومة تتهمها بشكل مباشر وواضح، على عكس التعامل مع تصرفات الميليشيا هناك حديث بشكل عام ربما ولا توجه الاتهامات بشكل مباشر لهذه الممارسات. كيف يمكن فهم الأمر وهذه الازدواجية في التعامل؟ أخي جميل، كما أشرت المكتب التنسيق للشؤون الإنسانية لا يمكن أن يضع أصابع الاتهام على أي طرف من الأطراف. نحن لا نتكلم عن قرارات الحكومة الشرعية، ولا نتكلم عن قرارات التحالف، ولا نتكلم، نحن نتكلم عن القضايا الإنسانية فقط لا غير. ليس لنا أي دور سياسي لنلعبه، ولسنا مخولين بالتحدث بالمواضيع السياسية من ضمنها. طيب نهب المساعدات الإنسانية ليست من ضمن الأعمال الإنسانية والدور الإنساني المخول به مكتب المنسق الأممي؟ لا يوجد لدينا اي اخبار انه تم مصادره مساعدات انسانيه سواء في كل المناطق. لدينا مكتب في عدد، مكتب في عدد، مكتب في عدد، في صعده في عدد صنعاء. نحن نتواجد في عدد في جميع المناطق الجمهوريه. ليس لدينا معلومات ما يتعلق بالاستيلاء على مساعدات انسانيه. اذا عدت بالحديث نحن نواجه ايضا نفس الاتهامات من السلطه الموجوده في صنعاء ايضا. بسبب عدم فهم وخلط للدور الذي يلعبه في الشؤون الانسانيه. التهم التي تاتي من الحكومه الشرعيه نواجه نفس التهم ايضا من الاطراف الاخرى الموجوده في صنعاء ايضا. مثلا بمذا مثلا متهم مكتب المنسق الاممي من قبل ميليشيا؟ فيما يتعلق باغلاق مطار صنعاء، فيما يتعلق بالحد من الاستيرادات، فيما يتعلق بالاستعداد لم تستطيع ان توقف دورها. طيب تقول أنكم تركزون على أعمال إنسانية، ماذا عن 17 مجزرة تمت في تعز آخرها كان بالأمس واستهداف للمدنيين، ماذا عن هذه الممارسات؟ لا نقوم بطرف وطرف آخر، لا نقوم بالإدانة، نحن نتحدث عن الواقع فقط. فيما يتعلق بما تحدث من تعز ليس لدينا معلومات كافية، نحن نتحدث عندما تكون لدينا معلومات كافية وتجمع ويتم التحقق منها بشكل كامل. لو قرأت المكتب الإنساني أخي السيد سليمان مدرك سترى فيه أنه لا يتهم أي طرف ولا يضع أصبع الإتهام على أي طرف من الأطراف، ولكن يدعو جميع أطراف الصراع إلى احترام الحقوق الإنسانية، إلى احترام حقوق الإنسان وعودة الأطراف المتطرفة إلى الوضع من أجل تقديم المحاكم الإنسانية وحل الإنسانية للأمن. طيب
طيب أعود لضيفنا من عدن وكيل وزارة الإعلام أستاذ عرفات مدابش، إلى أي حد هذه الاتهامات من قبل الحكومة ستؤثر في طبيعة العلاقة مع مكاتب الأمم المتحدة؟ لا يمكن أن تؤثر، هذه الملاحظات تطرحها الحكومة اليمنية بشكل دائم، والحكومة اليمنية علاقتها ممتازة جدا مع المنظمة الدولية لأنها حكومة شرعية وتحترم الشرعية الدولية، وبالتالي أيضا إذا كانت هناك ملاحظات أيضا تطرح بشكل أو بآخر، نحن نتمنى أيضا على الأمم المتحدة بالقدر الذي نحن فيه في الحكومة المتحدة في طرح أي ملاحظات الأمنية أن تكون أيضا هناك أيضا لدى المنظمات شكرا جزيلا لك وكيل وزارة الإعلام الأستاذ عرفات مدابش، كنت معنا من عدن. أعود لضيفي من صنعاء زيد العلاي المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية. أستاذ زيد، إذا تعدد هذه الاتهامات من قبل الحكومة لعمل المكاتب الأمم المتحدة، إلى أي حد هي تؤثر على طبيعة العلاقة معكم؟ جميل، قبل رمضان السيد جميل ما قلت قام بزيارة إلى تعز وطلع على الأوضاع وقابل ممثلين عن الحكومة الشرعية وتحدث عنهم عن التكريات هذه الموجودة في تعز وتحدث عن كل شيء. السيد ما قلت لك أيضا كان في الرياض في رمضان وتحدث مع الأطراف الموجودة في الرياض الداعمة من ضمنها أيضا حتى مركز الملك سلمان وغيره من المنظمات الأخرى. السيد ما قلت لك ليس سياسي، لا يستطيع أن يدين هذا الطرف أو الطرف الآخر لأنه ليس مهمتنا هي إدانة. هناك منظمات أخرى تابعة للمتحدة من ضمنها منظمة حقوق الإنسان ومن ضمنها مجلس الامن هي التي تقوم بوضع طبع التهم على الطرف الاخر، مهمه الاساسيه في مكتب تنسيق الشؤون الانسانيه والمنظمات الانسانيه العامه الاخرى، هناك ما يقارب 122 منظمه تعمل في المجال الانساني من ضمنها ايضا منظمات محليه هي تقوم بدور الانساني فقط. الامم المتحده مكاتبها موجوده في صنعاء، ليس لها يا استاذ سامي اي دور تقوم به في اليمن. هو فعلا قد يكون مكتب الشؤون الإنسانية في صنعاء ليس أي دور في اتهام أي طرف، لكن ربما التقارير والبيانات الصادرة عن مكتب الشؤون الإنسانية تتهم من قبل الحكومة بأنها فيها نوع من المغالطة وتغطية بعض الممارسات من قبل ميليشيا، وبالتالي تقديم معلومات مغلوطة للجهات المعنية داخل المؤسسة الدولية، نقصد الأمم المتحدة. أنا أتمنى أنك تقرأ البيان بشكل كامل لترى ما فيه وتقرأه بالكامل وتجد فيه إذا وجدت هناك أي وضع أصابع اتهام على طرف من الأطراف فهذا البيت مجرد فقط لإثبات حالة فقط ولا يدين أي طرف. دعا السيد جيمي ماكودريك يقول أن تجاهل الخسائر في صفوف المدنيين والإضرار على البنى التحتية المدنية لم يحدد، لم يقل في صنعاء أو في عدن أو في كذا كذا، في الوقت الذي يشهد فيه البلد احتياجات ضخمة. أخي سامي، الآن عدد الناس المحتاجين إلى مساعدة في اليمن قارب 20 مليون و7 من عشرة، والخطط الاستجابة الإنسانية التي طبقها في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 2 مليار و1 من عشرة لم يصل إلينا منها إلى الآن إلا أقل من 30%، والاحتياجات الإنسانية في اليمن مهولة جدا.
شكرا جزيلا لك استاذ زيد العلاي المتحدث باسم مكتب الشؤون الانسانيه للامم المتحده في صنعاء، واعتذر عن ردات الاتصال في مع الاستاذ زيد العلاي وايضا وكيل وزاره الاعلام عرفات مدابش، ربما هناك اشكاليه في التواصل مع الداخل. ينضم الينا من كوالالمبور في ماليزيا المحلل السياسي دكتور فيصل علي. اهلا بك دكتور فيصل، في البدايه تقييمك لطبيعه اداء مكاتب الامم المتحده في صنعاء خلال الازمه اليمنيه والمدخل ربما الاتهام الاخير، ومره اخرى الحكومه تتهم جيمي ماك جولدريك بالانحياز للميليشيا. ربما تكون عملت هذه المكاتب في ظروف صعبة لم ترضي كثيرا من أو عملها أو أدائها لم يرضي كثير من الأطراف والمتصارعة في الساحة اليمنية. أنا من أوائل الناس الذين اتهموا هذه الأطراف بأنها تحاول تمرير ما يريده الحوثيين في صنعاء وصالح، لكن عمل هذه المنظمات لا يخلو من الموضوعية. لديهم طروحات جريئة واتهموا أطرافا في الحرب بأنها يعني أثرت على الناس وقتلت الأبرياء، وهذا هو من صميم عملهم. علينا أن نتقبل مثل هذه التقارير ونحط تقارير هذه المكاتب ونحث هذه المنظمات والجهات الإنسانية على القيام بالمزيد من كشف الحقائق ميدانيا سواء في الشمال أو في الجنوب وفي مختلف بؤر الصراع في اليمن. الحكومة اليمنية يعني التي لم تستطع أن تقوم بإدارة المناطق التي قالت أنها محررة، كيف لنا اليوم أن نصدقها أن هذه المنظمات أو هذه المكاتب التابعة لمنظمات غير يعني جديرة بالثقة؟ الحكومة فعليا هي غير جديرة بالثقة، لم تستطع أن توفر الأمن المطلوب، لم تستطع أن توفر مرتبات الناس ولا نوع من الاستقرار والمعيشة في المناطق التي تقول أنها محررة، وبحسب بياناتها تقول أنها استعادت 80% من الأراضي اليمنية. أين يعني ما هو دورها في هذه 80% من الأراضي المحررة؟ دور الحكومة ضعيف ويكاد يكون هامشيا. يعني هيومن رايتس ووتش ويعني والعفو الدولية عندما يعني كشفوا مؤخرا عن سجون وتعذيب في عدن وفي حضرموت، ماذا فعلت الحكومة؟ هل ساعدت هذه المنظمات أم قامت بعمل تبييض لدور القوات الإماراتية والقوات التابعة للإمارات من المرتزقة الذين قبلوا أن يعملوا ضد الوطن معها؟ طيب دكتور فيصل هذه المرة والاتهام من قبل الحكومة لعمل مكتب المنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، كان هذا الاتهام دكتور فيصل؟ إلا أنهم برأوا ساحة المتهم. نعم. طيب دكتور فيصل، الاتهام الأخير من قبل الحكومة لمكتب التنسيق الشؤون الإنسانية هو ربما مرفق ببعض الملاحظات على هذا الأداء، منها مثلا مأخذ فيما يتعلق بالمجازر الحاصلة في تعز واستهداف المدنيين، وأيضا ملاحظات أخرى. كيف تنظر لما جاء في تقرير أو في دليل بيان اتهام الحكومة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية؟ على كل حال أنا لم أقرأ هذه الملاحظات التي قامت الحكومة بصياغتها وكتابتها كتعليق على التقرير، لكن ماذا فعلت الحكومة لتعز؟ فعليا تعز محاصرة من قوات الانقلابيين ومحاصرة من قوات التحالف ومحاصرة من المناطق المحررة في الجنوب سواء من القوات الموجودة هناك الحزام الأمني أو غيرها من القوات التي لم تساهم ولو واحد يعني بنسبة 1% أو أي رقم يعني معقول لمساعدة تعز للخروج من أزمتها. كيف بنا أن نصدق هذه الحكومة ونصدق هذا التحالف فيما يدعونه او ما تدعيه الحكومه كتعليق على التقرير الذي ذكرت، وهي لم تقدم شيئا يذكر لفك الحصار الحقيقي عن تعز؟
ما زالت تعز محاصرة من اتجاه المخا، والمخا يعني سمعنا عن تحرير هذه المنطقة الحيوية، واستبشر الناس أن تعز يعني ستفتح لها الطريق إلى العالم عن طريق البحر، لكنهم وصلوا إلى مرحلة معينة ولإدارة بعض التوازنات قاموا يعني بمساندة المحاصرين لتعز، حاصروها مرتين. أيضا الحكومة يعني بحسب الآليات التي لديها وبحسب موظفيها لا نستطيع أن نثق في تقاريرهم أو في تعليقاتهم، هم يقومون بدور ثانوي جدا فيما يتعلق بالمسألة الإنسانية. لماذا؟ طيب مع تركيز مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في صنعاء وقولهم بأن عمل مهامهم تندرج في الجانب الإنساني ولا دور سياسي يمارسوه، أيضا في ظل استمرار وتكرار هذه الاتهامات من قبل الحكومة، كيف تنظر لمستقبل العلاقة بين الحكومة الشرعية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن؟ والله إذا كانت الحكومة جادة عليها أن تتعاون مع هذه المنظمات كما يتعاون معها الطرف الآخر، لكن الحكومة فعليا غير جادة حتى في المناطق المحررة بالتعاون مع هذه الجهات، ولا نستبعد أنها أعاقتها. هناك نوع من الضجيج الإعلامي ضد هذه المنظمات، قلت لك حرفيا نحن أنا من الناس الذين شاركوا في اتهام هذه المنظمات، لكن الحقائق تتكشف يوما وراء يوم وحقيقة وراء حقيقة، وتثبت أن هناك أخطاء جسيمة ارتكبت ضد الإنسانية سواء في الشمال أو في الجنوب أو في المناطق المحررة والمناطق التي ما زالت متواجد فيها قوات الانقلاب كصنعاء وغيرها. هذه على الحكومة إذا كانت جادة أن تفعل يعني دورها وتتعاون مع هذه المنظمات التي مهما كان دورها بسيطا أو ضعيفا، إلا أن تركها أو اتهامها أو التعامل معها كعدو هذا غير صحيح. يفترض أن يكون هناك تعاون شفاف وتعاون واضح، وبعد وجود هذا التعاون الحقيقي والكشف عن يعني ودعوة هذه المنظمات للكشف عن المشكلات الإنسانية ومشكلات الاعتداءات في مختلف المناطق، وإذا لم تقم هذه المنظمات وهذه المكاتب التابعة للأمم المتحدة والغيرها من المنظمات الدولية إذا لم تقم بواجبها بعد التعاون معها، يحق للحكومة أن تتكلم، لكنها لم تتعاون معها ابتداء وتتهمها هكذا عفويا، وهذا 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 شيء معيب. فيصل علي المحلل السياسي، كنت معنا من كوالالمبور في ماليزيا، شكرا جزيلا لك، وايضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقه من زوايا الحدث، الاستاذ زيد العلاي المتحدث باسم مكتب الشؤون الانسانيه في صنعاء، وايضا وكيل وزاره الاعلام عرفات مدابش كان معنا من عدن. تحيه طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقه الزميل كمال حيدره، في امان الله.